بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل مع دروس CSS. اليوم سنتكلم عن السودو elements. في الدرس الماضي شرحنا السودو كلاسز، العناصر الوهمية، الكلاسات الوهمية. اليوم سنشرح السودو elements، أي العناصر الوهمية. أولا صيغة كتابة السودو elements هي كالتالي. لو قلنا مثلا selector مثلا بي او اي دي او كلاس او اي شيء، ثم نكتب نقطتان ثم نقطتان، ونكتب سودو element، وليكن مثلا first line، ثم نكتب هنا الـ properties والـ value، ونكتب قواعد CSS هنا بشكل عادي جدا. ابتداء من الـ CSS tree، السودو element يكتب بهذا الشكل. في السابق لم يكن هناك فرق في الإصدارات القديمة للCSS، لم يكن هناك فرق بين السودو كلاس والسودو element، كان جميعا تكتب بهذا الشكل. ابتداء من CSS 3 تم إضافة نقطتان إلى السودو element لتمييزه عن السودو كلاس. إذن هذه هي صيغة الكتابة. قمت هنا بإنشاء 3 باراجرافات، وقمت بتنسيقها بهذا الشكل، ود 800 بيكسل، مارجين 50 بيكسل اوتو، سنقلل المارجين 20 بيكسل من الاعلى والاسفل، واوتو من اليمين واليسار ليتوسط الشاشة. إذن بهذا الشكل سنبدأ بأول سودو element. سنكتب first line، يعني أول سطر من الباراجراف. أول سطر من الباراجراف، لدينا 3 باراجرافات، أول سطر من كل باراجراف سيكون، سنعطيه مثلا color باللون الأحمر. كما ترى أول سطر من كل باراجراف أصبح بالأحمر. أستطيع أن أتحكم في الفونت أيضا، في الفونت سايز، في الفونت فاميلي، في نقول مثلا فونت ويت بولد، فقط للتجربة. لو عدنا إلى موقع W3 Schools سنلاحظ هنا أنه يتكلم عن الفيرست لاين، ويقول بأن الفيرست لاين يقبل الفونت بروبرتيز، ويقبل الكالر والباك جراوند والورد سبيسين والليتر سبيسين والتكست ديكوريشن، فيرتيكال لاين، تكست ترانسفورم، لاين هايت والكلير. إذا لا يقبل الفلوت ولا يقبل غير هذه البروبرتيز فقط. عوض الفيرست لاين هنا سنكتب فيرست ليتر، طبعا هنا سيؤثر على الحرف الاول من كل باراجراف. ساضغط على ريفريش، كما ترى اول حرف من كل باراجراف اصبح بولد وباللون الاحمر. هنا بالنسبة للفيرست letter يقبل أيضا الفونت properties، الكالر، background، ويقبل أيضا المارجن والبادين والبوردر، text decoration، vertical line. إذا لم يكن هناك float طبعا يقبل الفلوت والكلير واللاين هايت والtext transform. أستطيع
هعمل مارجن ايضا، ساقول مارجن مارجن رايت 10 بكسل مثلا. طبعا يبتعد كثيرا، يعني يستطيع التحكم في اول حرف كما أريد. إذن هذه هي الفيرست لاتر. السودو إيلمنتس ليست كثيرة جدا، هي قليلة بالمقارنة مع السودو كلاسز. سننظر هنا إلى اللائحة، شرحنا الفيرست لاتر الفيرست لاين، سنتكلم عن السلكشن. بالنسبة للسلكشن سنكتب هنا، سنكتب selection. ما هي selection؟ عندما آتي إلى هنا إلى text وأقوم بتحديد text بهذا الشكل، سنقول عن selection background color مثلا باللون الأبيض، background باللون الأحمر مثلا. طبعا قام بإضافة البريفكس هنا كما قلت في الدرس الماضي، سنشرح البريفكسز في حينها. يكفي الآن التركيز على pseudo element selection. سأضغط على ريفريش. عندما أقوم باختيار التكست كما ترى أصبح يظهر التكست بالأبيض والباك جراوند بالأحمر، ليس كما كان في السابق. بعد السلكشن هناك الافتر والبيفور، هذه تستخدم كثيرا في التصميم. سنشرح الافتر والبيفور كالتالي. اولا ساقوم بمسح هذه الباراجرافات وساكتب باراجرافات صغيرة. This is مثلا CSS، سأكتب فقط CSS أو CSS course فقط. سأمسح هذا التنسيق. عن طريق البيفور والافتر سأكتب مثلا هنا، سأضيف الافتر. مع الافتر يمكن وضع، والبيفور ايضا يمكن أن نستعملهما معا. before والافتر يمكن وضع أي content، أكتب هكذا content. في الcontent يمكن وضع مثلا أي شيء، سأضيف مثلا في الافتر CSS course مثلا، سأترك فراغ ثم أكتب episode 1. كما ترى لو ضغطت على refresh تم إضافة episode 1. تركت الفراغ الأول حتى لا يلتصق التكست هنا.
في ال B4 يعني قبل ال paragraph سأكتب content، سأترك أيضا فراغ ثم أكتب سأكتب مثلا learn ثم أكتب ثم أترك فراغ. إذا ضغطت على refresh كما ترى تم إضافة الليرن. يمكن إضافة أي شيء هنا في الكونتنت، يمكن إضافة مثلا صورة، URL، image مثلا لتكون هذه الصورة مثلا صغيرة. مثلا أي شيء يمكن إضافته في الكونتنت، يمكن فقط وضع مسافة ثم نجمة هكذا. ستضع قبل الباراجراف تضع النجمة هنا، الصورة هنا، يمكن وضع أي شيء في الكونتنت. يمكن أن يترك، نرى في كثير من التصميمات يمكن وضع الكونتنت هكذا وتركه فارغا، ثم نأتي إلى هنا وننسقه. سنقول مثلا display هذا في الأفتر، سنكتب display مثلا block ومثلا background باللون الأحمر مثلا. ويتس مثلا 50 بكسل، وهايت 50 بكسل ايضا. استطيع التحكم في هذا الكونتنت كما اريد. لو ضغطت على ريفريش ترى كيف ظهر الافتر. سأقوم بتصغيره قليلا، سأضع مثلا 10 بكسل و10 بكسل، وعوض display block سأكتب display inline block. Ctrl S، كما ترى يمكن أن أضع margin left 10 بكسل. كما ترى يمكن أن أضع هذا المربع في اليمين أو اليسار. أخذ كل هذا التنسيق وأضعه في الـ B4. أضغط على ريفريش، عوض مارجن ليفت سأضع مارجن رايت. كما ترى يمكن تنسيق، يمكن تصميم ليست بهذا الشكل. بوردر راديوس radius 5 بكسل، أصبحت على شكل دائرة صغيرة. إذن هذا هو الـ before والـ after. الـ before هو قبل العنصر، والـ after هو بعد العنصر. إذن واضحة جدا. إذن أنهينا السودو elements. في الدرس القادم إن شاء الله سنشرح الـ Attribute Selectors. وفي انتظار ذلك دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.